يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، هل هناك من حصر 73 فرقة وهل من الممكن أن يحصرنا في هذا العصر؟ يقولون إن الفرق الآن أكثر من 73، لكن 73 هذه أصولها وتفرع منها فروع كثرت، لكن أصول الفرق 73. في عندك كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، كلها تبين لك هذه الأمور، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، كلها تبين لك هذه الأمور. نعم.